من ضاحية الأسد في منطقة حرسته بريف دمشق عايد رئيس مجلس الوزراء الأمة السورية الثكلى الصامدة التي أنجبت الأبطال الذين حموا سوريا وترابها الطاهر. كل حدا له طلب، لو كان ما قدروا ينزلوا على المدينه هن المفروض يتعالج عندها. الشهداء مكانتهم عند رب العالمين دائما، هن راحوا للخلد، بس ذوي الشهداء كلهم لهم حقوق علينا، ونحن والدوله ماشيه تدريجيا ان شاء الله مع الانتصار. هلا نحن ابتدانا بانجازات لهم، يعني باجراءات لهم. من ضاحيه الاسد في منطقه حرسته بريف دمشق عايد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الام السوريه الثكلى الصامده التي انجبت الابطال الذين حموا سوريا وترابها الطاهر، ونقل خلالها تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد لأمهات سوريا عموماً وأمهات الشهداء خصوصاً، لأنهم العنوان الأساسي الذي صنع نصر سوريا. نحن نفتخر فيكم ونفتخر بكل أمهات السوريات اللي هن حقيقة كانوا الجزء الأهم في إنجاب أبطال ودافعوا عن سوريا بكل ما يملكون وبأغلى ما عندهم، وضحوا في كل ما يملكون حقيقة، بل أكثر من هيك النساء السوريات اللي انضموا هن حقيقة إلى قواتنا المسلحة والقسم الكبير منهم لحتى تكون كلها تضحية كاملة وشاملة. فبدنا لكم ليس فقط في هذا اليوم، لكم نحن كل عام بخير. الأمهات العالم دائما هم بركة على كل مدار السنة، ولكن البركة الأكبر في هذا اليوم والبركة الأكثر وأكثر أنكم أنتم أمهات لناس لهم فضل سيبقى اسمهم عبر آلاف السنين، أنهم شباب وشابات دافعوا عن سوريا. فالرحمة لشهداء الوطن ورحمة لأبنائكم وذويكم بشكل كامل، ونحن وإياكم على خندق واحد. في هذا العيد كان رئيس الحكومة المهندس عماد خميس ابنا لكل أم، استمع لكل طلباتهن وحاول أن يضع بلسما على جرح كل أم شهيد في عيدها. ما حالتنا أي شيء، ما عندنا أي موظف. بتمنى عندي ابني، أنا بدي وصفه البكالوريا. وين قديش عمره هلا؟ عمره 20. وين طلبوه؟ ماني عاملة طلب، ما بعرف. تكرم. أنا صلي معلمة من 2016 سنة معلمة، أقدم عمل إداري بس إنه حقي أنا أكون إدارية مدرستي. قلت لهم أنا عندي خدمة 16 سنة، ما وافق مدير تربية الفن دمشق، ما وافق لي عليه أبدا، وعرفان أنا مرت شهيد. قلت له أنا زوج شهيد. أنا لا وظيفة، لا أنا ولا ابني ولا شيء في الدنيا، ولا يعني وحالتنا سيئة كتير لدرجة. وين صوبت أنت؟ عدوار ضحية. عدوار ضحية. عدوار ضحية. أشي أنا اللي بتمنى أن بدي وظيف مرتي تساعدني بال. بعت ياها ماشي. ماشي وينها؟ يا ريهام. طيب تبع المدرسة ماشي، تكرم اعطيه جيبي الطلب تبع زوجته. ماشي ماشي. عندي طفلين وبدي عايش. خلص تكرم عيونك، من بكره تقدم جيب الطلب. تفاصيل الحياة اليومية والمعيشية التي عرضها اهل المنطقة على رئيس الحكومة ومشاكلهم التي طالبوا بحلها بما تيسر من امكانيات، كانت طلبات مجابة من قبله باسرع وقت. تخلل الزيارة جولة لرئيس الحكومة على المحال التجارية والأسواق الشعبية، اطلع خلالها على سير الحياة الطبيعية في ضاحية الأسد وعلى واقع الأسعار وتوفر السلع والخدمات فيها، ووجه بدعم الوحدة الإدارية في المنطقة بترميم بعض المنازل الأكثر تضرراً جراء تعرضها لقذائف الإرهاب. في الأسعار هون عم يكون الأسعار ممتازة الحمد لله. إيه ممتازة الحمد لله. هاي وزير التجارة الداخلية. يا هلا أهلا أستاذ. عندك ثلاث مخالفات برا. عايشين هون يمكن المنطقة أفضل ما يكون هون. مين صاحب الفرن؟ معلم. معلم إيه. شو عندكم معاناة؟ ما في عنا أي معاناة. طبعا كهرباء مي كله الحمد لله، كل الامور كثير ممتازه. الاشغال كويسه؟ ايه الحمد لله تمام. لا لا ابدا. رافق رئيس مجلس الوزراء في الجوله وزراء الاداره المحليه والبيئه والتجاره الداخليه وحمايه المستهلك ومحافظو ريف دمشق.